بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام في هذا الشهر الكريم بإذن الله. اليوم نغطي تشابتر 17 الأسبوع 11 بعنوان Physical Database Design. Specifically we're going to talk about indexing. قبل ما نبدأ جهزت عرض بسيط يعطينا بداية راح نحتاج نفهمه، وبعدها راح نكمل في اللكتشر الأساسية. هذه ما راح تكون معاكم ميلي في الاختبار، لكن فهمها يعني مطلوب عشان تفهم الباقي من السلايد اللي جاتك. أيضا إذا ما شفت اللكتشر الماضية، لكتشر الأسبوع العاشر، ارجع وشوفها، لأن بدون اللكتشر الأسبوع العاشر أغلب المفاهيم ما راح تكون بالنسبة لك واضحة في هذه المحاضرة. المحاضرة السابقة عرفنا أنه عندنا فايل، وعرفنا أنه عندنا ستورج اللي هو الديسك، وعرفنا أنه كل بلوك في الستورج له مساحة. عرفنا أيضاً أن الريكوردز لهم مساحات، كل ريكورد له مساحة خاصة فيه. وأيضاً عرفنا أن الجول أو الهدف اللي نحن نبغاه خلال الأورجنايزيشن للفايل ولا للبلوكس ان كنا نقلل من عدد الاكسسنج للبلوكس. يعني انا ما ابغى ادخل بلوك وما ابغى اكرر دخولي لاكثر من بلوك، ابغى اجد المعلومات مباشره من اول بلوك امامي، وهذه افضل سيناريو طبعا انك تحصل الريكورد اللي تدوره في البلوك مباشره بدون ما تنتقل من بلوك الى بلوك، لان هذا الشيء ياخذ وقت منك وباور. كيف ياخذ منك الوقت والمجهود؟ ياخذه منك لانك انت راح تاخذ البلوك هذا وتسوي له فتش او استدراج الى الميموري، ومن الميموري راح تدور على الركض. ما حصلته راح تبدا تاخذ البلوك اللي بعده ثم البلوك اللي بعده، فكل مره تاخذ بلوك هذا ياخذ منك وقت. احنا الهدف اللي احنا نبغى نوصل له نقلل الدخول الى البلوكس لاقل جهد ممكن، لاقل قدر ممكن. بدل ما ادخل 5000 بلوك ابغى ادخل 20 بلوك. هالشيء يقلل او يسرع خلينا نقول عمليه الفتشنج او الريتريفل للديتا. الآن كمثال، لأفترض أن أمامي الآن 5 records موظفين سميث، دول، براون، هاورد، أند تايلر. هذا الموظفين في معلومات أمامهم. افتراضاً كل record من هذه مساحته 200 bytes. ممتاز. الستورج اللي على اليسار الآن مساحتها، خلينا نقول مساحة البلوكس اللي داخل الستورج، يعني كل بلوك كل مربع موجود عندي مساحته 512. بمعنى لو جيت الان عندي الفايل هذه او التيبل هذا ابغى اخزنه داخل البلوك او ابغى اخزنه داخل الستورج، كم بلوك راح احتاج؟ طبعا بلوك واحد ما راح يكفيك لان انت عندك 5 ريكورد وكل ريكورد 200، فممكن اول 2 ريكوردز اخزنهم في اول البلوك بهذا الشكل، بياخذون مني تقريبا 400 بايتس وتخزنوا في اول بلوك. طيب لو بخزن البلوك الثالث معاهم ما في مكان، البلوك يكفي بس 512 بايتس، فراح اخزن الثالث والرابع في انذر بلوك. تمام. بعدين عندي البلوك ايش الخامس، ما يكفي مكان مع الثالث والرابع، فراح يكون في بلوك جديد. الى الان انت ما عندك مشكله لانه انت عارف انه اصلا الريكورد مساحتها كبيره. بعد الريكورد تاخذ اكثر من بلوك اذا كان الريكورد مساحته كبيره والبلوك مساحته ما تكفي، فممكن نفس الريكورد الواحد يتخزن في اكثر من بلوك. هذا الشيء طبيعي ممكن يصير عندك، مو مشكلتنا. احنا مشكلتنا والشيء اللي حاول نسهل علينا انه لو ابغى اجيب براون مباشره ما ابغى اعدي على البلوكات الماضيه. يعني لو انا خليني اخذ اللون ليزر، لو انا ابغى اجيب براون ريكورد with all his information I don't want to pass through the record 1 and then the record 3 and then find at the end Brown. I just want to go straight forward to the block and fetch Brown information. هذا الهدف. طيب احنا قلنا في الاسبوع الماضي باستخدام الاوردرد اللي كانت احسن من الان اوردرد ممكن نسوي ايش؟ عمليه الباينري سيرش على البلوكس. فاقدر اشوف البلوك اسوي عليهم باينري سيرش وبيقلل عمليه دخولي للبلوكس، لانه اللينير قلنا غالبا راح تكون لو كان عندي 7500 بلوك مثلا او 5000 بلوك، خلينا نفترض 5000 بلوكس هذه وانا ادور على ركرد واحد، غالبا الركرد هذا راح يكون مكانه في النص، فبكذا احتاج ادخل الى 2500 ريكورد غالبا، ممكن احتاج ادخل الى 4000 او ال 5000 كلهم اذا كانوا في اخر بلوك. لكن
قلنا في عمليه الباينري سيرش لما يكون عندي البلوكس اوردر كانوا ترتيب مثلا السكيورتي سوشيال نمبر، فمباشره قبل ما ادخل بلوك اشيك هل البلوك هذا يعني اخذ البلوك اللي في النص واشوف هل رقم الاس اس ان اللي عندي اقل او اعلى، لو كان اعلى ابشيك على البلوكس اللي تحت، لو كان اقل ابشيك على البلوكس اللي فوق مباشره واستثني البلوكس اللي تحت، وهي عمليه الباينري سيرش اللي انتم اخذتوها سابقا لكن تخيلوها فقط على البلوكس. ممتاز. ففي المره الماضيه حليناها بطريقه يعني انه كنا نجد البلوكس باستخدام الباينري سيرش، ولكن لا زال كان عدد البلوكس عندنا كثير، يعني تقريبا وصلنا للاسبوع الماضي بالمثال اللي كان عندنا الى 12 بلوك. تمام، كان لو عندنا 2048 بلوكس بعمليه اللينير سيرش راح نحصل 1024 بلوك، او نحتاج الى 1024 بلوكس عشان نحصل الريكورد كافريج. وقلنا بالباينري سيرش بتكون اللوج للبيس 2 للبلوكس، فبتكون 11 بلوك، فلا زال عندك 11 بلوك تحتاج توصل له. ممكن نقلل، صحيح ان 11 عدد قليل، لكن في مجال ان احنا نقللها اكثر باستخدام الاندكسنج اللي هي بنتكلم عنها اليوم. فكره الاندكس انها تقول لك بدال ما اخزن لك معلومات، يعني انا اوريدي عارف ان الموظف اللي اسمه سميث ودو براون هاورد سيلر موجوده معلوماتهم في هذا البلوكس، فور شور معلوماتهم موجوده في هذا البلوكس. طيب لكن انا الشيء اللي ابغاه انه في عمليه السيرش عشان اوصل لسميث او براون او هاورد او تايلر ما ابغى ادور بالبلوكات كثير، انا ابغى اعرف هو مباشره في اي بلوك موجود. هنا تجي فكره الاندكسنج. الاندكسنج تقول لك بدال ما انا اعطيك او بدال ما اقول لك يلا كل مره تدور ادور لك على معلومات، يعني الان لو تلاحظون لما ادور على سميث ترى اروح للمعلومات كامله، مع ان احتمال انا ما احتاج سميث، احتمال احتاج تايلر، لكن اشوف معلومات سميث كامله انها موجوده في البلوك. الاندكس تقول لك لا، انا ايش راح اسوي لك؟ راح اخزن لك كي انت تختاره، ممتاز، او قيمه انت تختارها كاندكس. هذه القيمه تساعدك انك تجد الموظف اللي انت تحتاجه، ممكن تكون سوشيال سكيورتي نمبر، ممكن تكون اسمه، ممكن يكون الادرس، طبعا انت تختاره، وهذه راح نفصل فيها بعد شوي في اللكتشر. كل واحده لها مسمى، اذا كانت كي ولا نوت كي ولا ايش كلاسترينج. خلينا نقول ان الان مبدئيا نحن راح ناخذ الموظف مع رقمه، ممتاز. لما انت يعني او عفوا تاخذ رقم الموظف، او خلينا نقول اسم الموظف لان هنا ما عندنا ارقام موظفين، خلينا نقول اسم الموظف هو بالنسبه لي الاندكس. فايش اللي راح يصير؟ راح اقول مثلا الموظف اللي اسمه سميث موجود في البلوك الفلاني. طيب بهذه الطريقه انت الان عرفت الموظف ومباشره في اي بلوك موجود. طيب ليش ما انا اسوي نفس الطريقه؟ كانت نفس الشيء، انا عرفت اسم الموظف سميث موجود في البلوك هذي، صح ولا لا؟ الفكرة في الاندكس انه ممكن يكون جدول الاندكس كله موجود في بلوك واحد بس، بدال ما اني اتنقل ما بين البلوكات. يعني الان الاندكس اللي امامي كل ريكورد فيه، كل صف فيه مساحته 15 بايتس، مو زي الماضي مساحتهم 200 بايتس. يعني الماضيين قبل شوي لانه فيهم معلومات، فيهم السلري والايج والسيتي والنيم والنيم، تمام، فكان كل ريكورد فيهم 200 بايتس، لكن بالنسبه لي الان الاندكس كل ريكورد فيه 15 بايت. طيب 15 بايت الاندكس طبعا يعتبر يا شباب اكسترا فايل، اكسترا ريليشن، اكسترا تيبل، يعني هذه تيبل جديده انا راح اسويها، تمام؟ يعني هذا التيبل بيكون موجود، ما راح اثر فيه ولا راح اغير فيه شيء، وعلى فكره اسماء الموظفين موجوده في البلوكس اللي قبل شوي هي نفسها هذه. يعني هذا البلوكس محجوز اوريدي لسميث دو، وهذا البلوكس محجوز لبراون هاور، وهذا التايلر. لكن انا اللي راح اسوي الاندكس، وشو وين ايش بسوي فيه؟ راح اخزنه في بلوك جديد اللي هو بالاسفل، هذا بالاسفل ما استخدمناه قبل شوي، اللي بالاسفل ما استخدمناه، راح اخزن فيه الاندكس. قلت فيه كل ريكورد موجود عندي قيمته 15 بايتس، يعني لو كان الاندكس اللي عندي اللي هو مثلا السوشيال سكيورتي نمبر لكل صف قيمته 9 بايت او مساحته 9 بايت، مع البوينتر مساحته نفترض 6، هذه 15 توتال، الصف 15 توتال، مجموع الصفوف اللي عندي هذول كلهم عندي الان 5 اصفف ضرب 15 ياخذون 75 فقط بايتس، يعني اقدر اخزن الاندكس هذا كله وين؟ في بلوك واحد، صح ولا لا؟ طيب ممتاز، اذا اقدر اخزن قيمه الاندكس هذا كله في بلوك واحد، شو اللي راح اسوي؟
راح اجي واجيب الموظفين اللي عندي. شوفهم مثلا عندي سميث ودوو، اعرف اسمائهم الاولى وهو الشيء اللي انا راح استخدمه في الاندكسنج، سميث دوو، واعرف البوينتر انهم موجودين في البلوك 1، ياشر هذا على البلوك 1، بلوك 1 بلوك 1. طيب براون وهاورد، براون وين موجود؟ في بلوك 2، وهاورد في بلوك 2، واخيرا تايلر موجود في بلوك 3. الان ايش اللي صار عندي؟ بدل ما ادخل زي قبل اول، يعني بدل ما اعدي اول على 3 بلوكس لانهم كانوا موزعين على 3 بلوكس وكل بلوك كان فيه معلوماتهم كامله، لا، اللي راح اسويه راح اجي على البلوك هذا الاخير اللي انا مسوي عليه السهم الان، وراح احصل فيه جدول الاندكس او نسميه الاندكس فايل. لما اروح على الاندكس فايل راح احصل الشيء اللي انا احتاجه. يعني انا ادور على الموظف اللي اسمه براون، ما يحتاج اني ادور على معلوماته او معلومات زملاء الباقيين كلهم. مباشره اجي، شوفوا معي بالسلايد اللي بعده، لو انا ادور مثلا على موظف سميث، اجي ادخل على البلوك الاخير، في البلوك الاخير راح احصل الفايل اندكس اللي هو هذا، لانه الان شفتوا كل الموظفين الخمسه موجودين في بلوك واحد. يعني اللي راح اسوي فتش او اسوي جراب للبلوك الاخير اللي هو البلوك الرابع اللي فيه الاندكس، واجيبه عندي في الميموري. اذا جبته عندي في الميموري اقدر ادور على الموظف اللي انا احتاجه. مين الموظف اللي انا احتاجه؟ براون. اوكي خلاص، براون موجود في بلوك 2. مباشره اتوجه الى بلوك 2، اسوي له فتش، يعني مره ثانيه راح اسحب البلوك 2 نفس الشيء الى الميموري، وراح احصل موجود معلومات براون كامله اللي هي 200 كيلو بايت، اللي موجوده قلنا قبل شوي موجوده في البلوك 2 اللي هي موجوده هنا. راح اسحبها كامله. شوف سميث ودو موجودين في بلوك 1، براون موجود، هاورد في بلوك 2، وتايلر موجود في بلوك 3. يعني لو انت تدور على تايلر ادخل على الاندكس فايل اللي موجود في البلوك 4، هنا موجود، هذا هو بيجيك الجدول هذا. انت على مين تدور؟ على تايلر. مباشره روح لتايلر، ادخل على تايلر وجيب معلومات. ليش نستخدم الاندكس؟ اتوقع ان الحين وضحت الصوره. الاندكس تقدر تجيب لي معلومات موظفين كثير عن طريق دخولي لبلوكس اقل. يعني بدال ما اسوي الان باينري سيرش على البلوكس اللي هم 7500 بلوك، لا، احتاج اسوي باينري سيرش على الاندكس. وقلنا الاندكس فيها الصفوف مساحاتهم اقل، فبتاخذ بلوكس اقل. يعني لو كان عندك 7500 بلوك عشان تخزن كل الموظفين اللي عندك، عشان تسوي لهم اندكس ممكن تحتاج بس 100 او 200 بلوك. وبعدين بدل ما تسوي عمليه البحث في ال 7500 بلوك، راح تسوي عمليه البحث على ايش؟ ال 200 بلوك اللي عندك. فعمليه الباينري سيرش راح تصير لوج للبيس 2 لل 200 بدل 7500. طبعا بعدين بنزود 1 عشان نوصل للبلوك اللي احنا نبيه. يعني زي الان لما انا جيت للاندكس الرابع سحبته، صح؟ اللي هو الاندكس حقت اللي هو البلوك اللي فيه الاندكس، سويت له فتش للميموري، بعدين حصلت ان تايلر موجود في البلوك الثالث. الان احتاج اسوي ايش؟ بلس 1، اني اجيب البلوك الاخير واروح احصل معلومات تايلر. هذه البلس 1 اللي بعد اللوك البيس 2، بتشوفونها بعد شوي في السلايد بس شرحناها مقدم. هذه الفكرة العامة، اوكي؟ اذا في عندك اسئلة راح شوي نجاوب عنها بالسلايد، لكن ضروري انك تفهم الفكرة العامة للاندكس وليش احنا بنستخدمها وين مكانها تقريبا. قلنا ريكورد جديد او فايل جديد وفي معلومات. ممكن، صحيح، ممكن يكون عندك اكثر من اندكس، يعني الاندكس اللي عندك او اللي نسميه الاندكس فايل مقسم على اكثر من بلوك، لكن فور شور بيكون اقل من الريل فايل اللي موجود عندي هنا. يعني شفت اللون البرتقالي اللي انا مسوي عليه الان؟ اتفقنا الاسبوع الماضي ان هذا يعتبر فايل، هذا الاكتوال ديتا، والاكتوال ديتا قلنا مقسمه على بلوكس ونسميها فايل. الفايل هو كل الامبلوي تيبل اللي فيه كل الموظفين بغض النظر عن تقسيماتهم، لكن نقسمه على بلوك، تمام؟ ويكون يعني الفايل هو عباره عن يعني مخزن في مجموعه من بلوكس. اما الاندكس قلنا يحتوي على الاندكس والبوينتر، وعلى حسب زي ما قلت لك، لو عندك 7500 بلوك للامبلوي فايل يمكن يكون عندك 200 بلوك للاندكس فايل. الاندكس فايل نفس الشيء يحتاج يمكن مجموعه
من البلوكس لكن فور شور اقل، واذا اقل يعني عمليه البحث راح تكون فيه اسرع، واذا اسرع راح اقدر اوصل للريكورد بسرعه وبسرعه اقل من اللي كنت احتاجها اول. وقلنا مقياس السرعه عندنا في اعداد دخول او كم مره دخلنا بلوك، الاكسسنج بلوكس هي مقدار السرعه عندنا، يعني نبغى نقلل دخولنا الى البلوكس. ممتاز. نبدا الان باللكتشر. اغلب المفاهيم صارت بالنسبه لنا واضحه. التايبس عندنا نوعين راح نتكلم عنهم. اول شيء الفيرست تايب اللي نسميه سنجل ليفل اوردرد اندكسز، في ثلاث انواع راح نتكلم عن البرايمري اندكس، الكلسترنج اندكسز، ولاست ثري السكندري اندكسز. بعدين راح نتكلم على نوع قريب جدا منهم اسمه ملتي ليفل اندكسز، راح يكون فيه تفرعات راح نشوفها بعد شوي. الاندكس ستراكشر اللي قبل شوي انا وريتكم اياها، اديشنال فايلز، ملف جديد سميناه اندكس فايل لو تتذكرون، وقلت لكم موجود كان في البلوك الرابع، ممكن يكون كمان في البلوك الخامس والسادس على حسب احتياجك وكم مساحه البلوك والاندكس. دائما يعتمد على مساحه البلوك والريكورد. That provide a secondary access path. دائما نسمي الاندكس انه secondary access path. ليش؟ لانه يعطينا طريق ثانوي للوصول للمعلومه اللي نبيها، يعني بدل ما ادور المعلومه في البلوكات لا اوصل للاندكس، الاندكس يعطيني المكان. Affecting the physical placement of records in the primary file on disk. Without affecting، لاحظوا كلمة without، قلنا قبل شيء انه ما راح يأثر على المعلومات اللي موجودة عندي في الجداول الحقيقية والبلوكس الحقيقية، ما راح يأثر على شيء. For indexing, use indexing field which can be any field in the file. قلنا ممكن يكون any field. لما أقول كلمة field في اللكتشر هذه واللكتشر الماضية فأنا أعني column أو attribute. فيقول لك تقدر تستخدم أي column عشان يكون لك هو الاندكس. قبل شوي في المثال استخدمنا النيم، ممكن تستخدم الاس اس ان او غيره. Can have multiple indexes in different fields as well as index on multiple fields. هذه راح نشوفها بعد شوي قدام. When searching for a field using an index، ارجع للمثال السابق لعله اخليه يعني موجود، يصير دائما اذكركم بالمصطلحات اللي موجوده عندنا هنا. قلنا هذه الاندكس اللي بالنسبه لي كانت في المثال النيمز، صحيح؟ طيب هنا ايش يقول؟ When searching for a field using an index to find the records in the data file based on a search condition on an indexing file. The index is searched which leads two pointers to one or more disk blocks in the data file where the required records are located. طيب شفت اللي قبل شيء قلنا عنه؟ الاندكس فايل اللي هو الجدول اللي امامي هذا عباره عن two fields او two attributes. الاتريبيوت الاول يكون نسميه الاندكس فيلد اللي انا ابحث اللي هو موجود عندي الان underlined to find a record in the data file based on search condition on an index field. مثلا انا ادور على الموظف اللي اسمه سميث اللي موجود بالفايل، راح اروح على جدول الاندكس وادور على الموظف اللي اسمه سميث من جدول الاندكس او من الفايل اللي اسمه اندكس. طبعا سميث يعتبر عنصر من عناصر الاندكس فيلد او الاندكس كولوم، واوجده وبعدين اقدر احصل اللوكيشن اللي قلنا قبل شوي موجود، بيكون في اما بلوك او اكثر من بلوك، يعني ممكن سميث يحتاج 1000 بايتس، فاكيد سميث موجود ممكن يكون عندي بلوك بهذه الطريقه، يكون عندي بلوك 1 اند بلوك 3 أو بلوك 6. فمعلوماته معناها موجودة في بلوك 1 و 6، فأنا أروح مباشرة أسحب التو بلوكس من الستورج وأحطهم في الميموري وأبدأ أدور على معلوماته. The most relevant or prevalent types of indexes are based on ordered files, three data structure, multi-valued multi-level indexes and indexes based on hashing. اليوم راح نغطي ال ordered files, single level indexes. طبعا كلهم ordered، واقصد ordered في الاندكس مو ordered في الداتا فايل او في الفايل في ال يعني في الداتا فايل. لاحظوا بستخدم كلمه الداتا فايل الاندكس فايل. لما اقول لك الداتا فايل انا اقصد الجداول الحقيقيه هذه اللي فيها كل المعلومات، هذه تسمى داتا فايل او تسمى فايل. ولما اقول لك اندكس فايل فانا اقصد الجدول اللي قلنا ما فيه الا تو كولومز، الاندكس والبوينتر، نسميه اندكس فايل.
ودائما تخيل الفايل انه هو جدول زيه زي جدول الموظفين، يعني جدول الموظفين نسميه employee file، نفس الريليشن. تمام، لما اقول لك employee file اعني اللي هو الفايل اللي فيه كل معلومات الموظفين. فاللي بيقوله هنا او كتب ordered files، انواع الاندكسز، شفت الاندكس الجدول هذا اللي هو الاندكس دائما يكون مرتب بالاندكس عشان يسهل علينا عمليه الباينري سيرش. تمام، لكن الجدول هذا الاساسي اللي هو الداتا فايل ممكن يكون مرتب ممكن يكون غير مرتب، وهنا تبدا الانواع عندي الثلاثه اللي هم البرايمري السكندري الكلسترنج. اذا كان الجدول اللي هو زي الامبلوي مرتب، يعني مرتب بقيمه تعتبر كي بعد يونيك. تمام، اذا كان اوردر داتا فايل شو انا اسوي عليه ايش underlined. A primary index is defined on an ordered data file. يعني لازم تكون أو يكون عندك جدول الموظفين. data file قلنا يعتبر جدول. فالdata file كأني أقول لك employee file، كأني أقول لك employee table، نفس الشيء. لازم يكون جدول الموظفين، إذا أخذنا مثال أن نرتب جدول أو يعني نسوي index على جدول الموظفين، لازم أول شيء يكون جدول الموظفين مرتب. لا، مو بس كذا، مرتب بناء على key field. الكي فيلد قلنا ممكن يكون برايمري كي او اي شيء يعطيك يونيك فاليو، يعني ممكن الفون نمبر، ممكن السكيورتي سوشيال نمبر، ممكن الاسم الاول والاخير لو كان ما عندك فيه تكرار، لو كان يونيك. ايش بعد ممكن نرتب عليه؟ ممكن الادرس لو كان كل واحد منهم في ادرس. عموما اذا كان الترتيب بناء على كي فيلد، يعني مرتبين بالكي، بهذه الحاله اقدر استخدم الاندكس نوع برايمري. راح نفصل بعد شيء بالبرايمري. النوع مباشره العكس تماما الكلسترنج. تمام، الكلسترنج يكون عندك اول شيء الفايل لازم يكون مرتب، نفس فكره البرايمري، لازم يكون الفايل مرتب. يعني لو انت تستخدم جدول الموظفين لازم يكون الموظفين مرتبين بناء ممكن على الادرس، على النيم، ما يهم. ليش؟ لانه هذه ميزه الكلسترنج. هنا يقول لك الترتيب يكون بناء على نون كي فيلد، يعني ممكن انت ترتبهم بالاسماء، زي الان لما ناديكم الان بالبلاك بورد، لما اوصل لاسم عبد الله ومحمد تحصلون الاسماء مرتبه بال، يعني الاسماء مرتبه بالترتيب الهجائي مو بالترتيب الارقام الجامعيه. لو مرتبه بالارقام الجامعيه راح تكون كي فيلد، راح تكون يونيك ترتيب. لكن لما تكون مرتبه بالترتيب الهجائي، لما اوصل لاسم محمد تحصل انه نادي محمد فلان، محمد فلان، محمد فلان، محمد فلان. فالترتيب باستخدام شيء ما هو في كي، لانه اسم محمد الفيرست نيم محمد بالنسبه لي يعتبر مكرر. واضح ولا لا؟ بيتكرر مع الوقت. يعني لو جيت في الاندكس هنا، شفت جدول الاندكس هذا اللي عندي؟ زي سميث صح؟ عندي دو، براون، هاول، تايلر، وكل واحده مكتوب البوينتر. طيب لو كان عندي موظفين اثنين اسمهم سميث، راح يتكرر عندك سميث واحد في بلوك 1 وفي سميث ثاني في بلوك 4، ايهم تاخذ؟ ممتاز، في هذه الحاله نستخدم الكلسترنج. اول ما تشوف الترتيب بناء على، يعني شفت الاندكسز عندك او بترتب الاندكس عندك بناء على شيء ما هو كي، استخدم كلستر. بس ها، لازم يكون عندك اجين الفايل اللي عندك اللونه بالبرتقالي بالنسبه لي انا حاطه لكم، هذا يكون مرتب. هذه في حاله البرايمري والكلسترنج، الفايل الداتا فايل لازم يكون مرتب، اما الاندكسز في البرايمري لازم يكون كي فيلد، يعني زي الاس اس ان، زي الفون نمبر. اما في الكلسترنج عادي يكون الترتيب بناء على ممكن الاسم، يعني رتبوها بناء على الاسم. فانت خلاص اوكي، هو مرتب، يعتبر الداتا فايل مرتب بالاسم، جاي احمد في البدايه، بعد طلاب مجموعه ومجموعه احمد، بعدين في طلاب باسل، براء، بعدين بدا بالحروف اللي بعدها الى ما انتهى بالياء. كل هذه تعتبر ترتيب، لكن صحيح انه مرتب لكن مو بالكي. فبهذه الحاله راح استخدم الكلسترنج. معليش قاعد اعيد، لكن المعلومه هذه مهمه لنا بالمستقبل. السكندري والاخيره، السكندري تشتغل على كل شيء. السكندري تشتغل على اذا كان الفايل او الداتا فايل مرتب او غير مرتب. يعني لو الداتا فايل عندك كان ان اوردرد، يعني اول ما يجيك موظف دخلت اسمه، موظف ثاني دخلت اسمه،
طيب هل هم مرتبين بالاسم؟ هل هم مرتبين بالادرس؟ هل هم مرتبين بكي ولا نون كي؟ مثل زي البرايمري قلنا بكي، الكلسترنج نون كي، ما هم مرتبين باي شيء. يقبل السكندري. طيب السكندري يقبل النون كي والكي عادي باي ترتيب، ويقبل حتى لو ما كان مرتب. واضح؟ وراح نشوف كيف السكندري تشتغل بعد شوي. الاندكسز از اكسس باثس. A single level index اللي قبل شوي اللي المجموعة الأولى اللي تكلمنا عنها لها ثلاث أنواع primary و secondary clustering is an additional file that makes it more efficient to search for a record in the data file. قلنا هالشيء بيساعدنا وعرفنا شرحناه أكثر مرة. The index is usually specified on one field of the file، وهذا اللي قبل شوي وريتكم إياه، يكون field هو قلنا معناه attribute أو record أو عفوا column. Field يكون الindex بغض النظر وش كان نوعه، كان اسم، كان SSN، كان اما كي او نون كي. اذا كان كي يكون برايمري، اذا كان نون كي كلاستر، او يمديك تستخدم السكندري. هذا الريكورد او عفوا الكولم الاول، الفيلد الاول اوف ذا فايل، although it could be specified on several fields. One more اللي هو the index is usually specified on one field of the file. هذه اوكي انا لعلي قبل شيء قلت لكم انه معلومة انه في عندنا عمودين. اوكي هذه بعد شوي يمكن راح يذكرها بالسلايد. فقلنا قبل شوي انه عندي عمودين صح للاندكس، بس الشيء اللي هنا يبغى يقوله ان الاندكس از يوجوالي سبيسيفايد اون ون فيلد اوف ذا فايل. يعني مثلا شفت الفايل هذا اللي باللون البرتقالي اللي عندي فايل موظفين، استخدم فيلد واحد استخدمه كاندكس. يعني ممكن استخدم النيم زي ما قلت قبل شوي، استخدم النيم واقول النيم هو بيكون الاندكس زي اللي انا سويته في المثال هذا. ممكن طبعا في هذه الحاله اذا كان النيم هو الاندكس، نعرف النيم ما هو كي، فبيكون هذا نوع كلسترنج. تمام؟ ممكن تستخدم الاس اس ان لو كان عندك اس اس ان في الفايل الحقيقي هذا، ممكن تقول اوكي الاندكس اللي عندي راح استخدم الاس اس ان، وطبعا الكولم الثاني راح يكون البوينتر. هذا اللي يبغى يقوله في النقطه هذه. All that could be specified on several fields. كمان ممكن تاخذ اكثر من فيلد، يعني ممكن تاخذ الاس اس ان مع الادرس او الاس اس ان مع الفيرست نيم، بس هذه ممكن ناخذها بالمالتي فاليو بتشوفونها في اخر شيء، بس مو في يعني ممكن تجي في السنجل، في السكندري ممكن تجي بعد، بس ركزوا اكثر شيء على نقطه انها تكون ون فيلد، وممكن تكون اكثر من فيلد. One form of an index is a file of entries. وهذه طريقه الكتابه، تبدا بالفايل او الفيلد فاليو and list of pointers to record which is ordered by field value. هذا الشيء مهم دائما، وهذا الشيء قلته قبل شوي، ان الاندكس فايل اللي هو امامي دائما يكون مرتب. بالنسبه لي الان مرتب، المفروض طبعا لعلي ما رتب تمام داني، بس المفروض يكون الان هذا مرتب بالحروف الابجديه، يعني المفروض يكون براون فوق وتحته جو، وتحته ممكن يكون هاورد بعدين دو، او بعد براندو وبعدين هاورد بعدين ممكن سميث بعدين تايلر. تمام؟ على حسب يعني ترتيب الهجائي، لكن ما امداني ارتبها. لكن دائما الفايل الاندكس فايل اللي امامك اللي زي هذا الجدول دائما يكون مرتب بالاندكس، بغض النظر اذا كان الاندكس هذا يتكرر او لا يتكرر، يعني اذا كان زي النيم او كان زي الاس اس ان دائما يكون مرتب. هذا شيء مهم. تمام؟ هذا في السنجل اندكس. والشيء اللي يذكر ايضا انه يقول يعطيك الفيلد فاليو، الفيلد فاليو اللي هي هذه، ويعطيك معاها البوينتر، وقلنا البوينتر ممكن يكون اكثر من بلوك اذا كنت تحتاج، يعني زي سميث لو كان يحتاج اكثر من بلوك ممكن تقول بلوك 4 as well او 5 وات ايفر، فيكون معلومه سميث او الريكورد حق سميث يحتاج اكثر من بلوك لانه يعني مساحته اكبر من بلوك نفسه. Index is called an access path on the field، نسميه access path لانه بيساعدنا. طيب indexes as access path. The index file usually occupies considerable less disk blocks than the data file because its entries are much smaller. هالشيء ذكرته بعد قبل شوي لما قلت ان الفايل مساحاتهم اقل من مساحات، او الاندكس فايل مساحاتهم اقل من الداتا فايل لانهم ياخذون بلوكس اقل، والريكورد فيهم اصلا صغيره ما تحتاج مساحه كبيره، فياخذون مساحه يعني في البلوك اقل. A binary search on index yields a pointer to the file records
in one or more data blocks. والشيء نفسه اللي قلناه قبل شوي، يعني بعد ما تسوي باينري سيرش، باينري سيرش على اعداد الاندكس، يعني الاندكس فايل، يعني ممكن شفتوا الاندكس فايل اللي عندي الان، لانه في بس 5 ريكورد وكل ريكورد مساحته 15، بعد شوي راح نشوف الامثله، كفاه بلوك واحد، بس ممكن يكون عندي اندكس فيه 7000 ريكورد. لو قلنا 7000 ريكورد بالكالكوليتر، 7000 ريكورد، كل ريكورد يحتاج 15، يعني انت تحتاج 105000 بايتس. وانت تعرف ان الديسك اللي عندك يشيل 512 بس، فانت كم تحتاج؟ 512 تقسيم تقريبا تحتاج 206 بلوك عشان بس تخزن الاندكسز. طيب، لانه قلنا عندي ايش؟ اعداد كبيره قبل شوي. طيب، اذا انت تحتاج 206 اندكس، او تحتاج عفوا 206 بلوك عشان تخزن الاندكس، الان انت بتسوي عليهم باينري سيرش على البلوك للاندكسز، مو على مين اللي داخل البلوك. تمام، توضح بعد شيء، بناخذ مثال عليها بتكون مره الصوره واضحه. A binary search on index yields a pointer to the file record in one or more data block. Index can also be characterized as dense or sparse. ايش معنى الدنس والسبارس؟ نقرا التعريف، وهذه راح نشوفها بالامثله وتوضح معنا بعد اكثر. A dense index has an index entry for every search key value and hence every record in the data file. إذا كان عندك الاندكس نفس الحالة اللي قبل شوي شفناها عندي، شوف الاندكس اللي عندي هنا، شفت الموظفين وين؟ سميث، دو، براون، هاورد، تايلور، عددهم 5. كل موظف له اندكس عندي، صح؟ كل موظف من هذول أنا أعطيته اندكس. في هذه الحالة نسميه دنس، بمعنى إنه كل الموظفين أو كل الريكورد اللي في الحقيقي في الداتا فايل او في الامبلوي فايل، كل ريكورد موجود، كل موظف موجود له اندكس، هذا نسميه دنس. لكن اذا كان عندي بعض الموظفين حطيت لهم اندكس وبعضهم لا، طبعا في طريقه احنا ليش نسوي زي كذا، في طريقه توصلنا للباقيين اللي ما حطيناهم، لكن اذا كان عندي بعضهم موجودين في الاندكس وبعضهم لا، هذا نسميه نون دنس او نسميه سبارس، وراح نشوفها بعد شوي وكيف ممكن يعني حتى لو ما حطينا كل الموظفين في الاندكس نقدر نوصل لهم كلهم. Index on the other hand has index entries for only some of the search value. نبدأ الآن بالبرايمري كي. البرايمري كي اندكس أول شيء قلنا لازم يكون مرتبين ترتيب بالكي، يعني مرتبين بالSSN بالفون نمبر، ولازم يكون الداتا فايل مرتب، يعني لازم الامبلوي فايل مرتب، ولازم يكون مثلا مرتب بالSSN. هذا مثال. The data file is ordered on a key field. A primary index is also an ordered file whose records are fixed length with two fields. هذا primary index اللي هو شيء يشبه الجدول اللي عندي هذا، نسميه primary index أو primary file index. تمام؟ لازم يكون مرتب، وقلنا دائما الindex file أو الindex table لازم دائما يكون مرتب بكل الحالات. Whose records are fixed length with two fields. ايش التو فيلدز او التو كولمز اللي موجوده؟ ذكرناها اكثر من مره. Include one index entry او الindex record for each block in the data file اللي هو القيم اللي موجوده عندك الindexes والblocks البوينترز. In the data file, the index entry has the key field value for the first record in the block, which is called a block anchor or a block or anchor record. بوريكم مثال بعدين، ممكن ارجع للتعريف وبيكون بالنسبه لنا كلنا اوضح. شوفوا الان هذا مثال عندي، ايش اللي على اليسار او على اليمين؟ عندي على اليمين فايل امبلوي فايل في اسماء الموظفين، وهذا المثال لاحظوا ان اسماء الموظفين طبعا الاوردرنج استخدمه بايش؟ باسم الموظف الاول والاخير، او اسمه، او ممكن النيم عندك تكون ايش؟ تقبل يعني الاسم الطويل، الاسم المركب، على طول تكتب اسم الاول والاخير في نفس الفيلد يعني بدون ما تقسم.
طبعا في هذه الحالة هو مفترض شغلة انه النيم عبارة عن ديستينكت، الكتاب كاتب انه النيم ديستينكت وما راح يتكرر، يعني اللي موجودين اسمائهم مستحيل تتكرر، ما عنده اثنين موظفين بنفس الاسم، ففي هذه الحالة الترتيب موجود بكي فيلد. إذا هذا الموجود على اليمين عندي انطبقت عليه الشرطين، أول شيء إنه مرتب ترتيب أبجدي، وثانيا مرتب باستخدام الكي فيلد. يمديني أستخدم عليه الاندكسنج من النوع برايمري، لأن برايمري يعتمد على الشرطين هذه. لاحظ معي سويت اندكس فايل اللي هو موجود عندي على اليسار، طبعا الاندكس فايل حاطك نقاط هنا بمعنى إنه يكمل لا زال إلى ما وصل بالأسفل. الاندكس فايل هذا ياخذ تو فيلد، ذكرنا تو كولمز، اول كولم يكون فيه اسم الموظف او الاندكس فيلد، الاندكس فيلد اللي هو برايمري كي فاليو، لاحظوا فقط اخذ الاسم الاول اللي هو ارون 8، ارون وينه؟ المفروض يكون اوكي، لا اوكي فهمت، ارون 8 تمام، بعدين عندك ادم جون، بعدين عندك الكسندر الين، اللي بعده اللي بعده الين ما وصل الى اخر الباقي. لكن لاحظ اللي كتبه اقول انه اخذ اول الفيلد بس، ما اخذ المعلومات الباقيه، هذا الفيلد الاول فقط الاسم. الفيلد الثاني اللي هو البلوك ياشر لك على المكان، على البلوك وين؟ ياشر لك على البلوك من الستورج، لانه انا اعتبرت هذه انها موجوده كبلوك، يعني شوفوا هذه بلوك، هذه بلوك، هذه بلوك، ممكن اشر عليها بلون، هذه بلوك، بلوك، كل واحد تعتبر بلوك موجوده في الميموري. ما ابغى اعدي على كل هذا البلوك، فانا مباشره ايش سويت؟ دخلت الاندكس. الاندكس بده يعطيني اماكن اللي موجوده. بس فكره البرايمري، البرايمري ايش يسوي؟ ياخذ شغله اسمها انكر، ذكرناها قبل شوي، بلوك انكر او انكر ريكورد. يشوف البلوك الاول اللي هو عندك هذا. طبعا احنا عارفين انه مرتبين. البلوك الاخير اكيد يحتوي معلومات عن الموظفين اللي بحرف الزي والواي اذا كان عندي تمام، والدبليو. البلوك الاول يجي على البلوك الاول يدخل وياخذ اول موظف من كل بلوك، اخذ الموظف الاول من البلوك الاول، الموظف الثاني من البلوك الثاني، الثالث من البلوك الثالث، الرابع، والى ما يوصل للاخير وقبل الاخير، اخر واحد ياخذ اول موظف من البلوك الاخير قبل الاخير، ياخذ اول موظف من البلوك اللي قبل الاخير، يحطهم كلهم في الاندكس. طيب الان صار عندك في الاندكس كل موظف او الموظف الاول وين موجود. طب لو انت تبغى موظف من ضمن الموظفين بس ما كان، يعني ما كان موجود في اول بلوك، كان موجود في النص. طيب انت اللي راح تسويه بكل بساطه لما تنادي الاندكس فايل وتسوي له فيتش، يعني الاندكس فايل كان عباره مثلا ممكن يكون بلوك او بلوكين جبتهم عندك على الميموري وشفتهم، الموظف حقك اذا ما كان موجود اسمه اكيد بيكون موجود ما بين موظفين اثنين. يعني اذا الموظف اللي انت تبحث عنه اسمه خلينا نفترض ابوت ديانو، اللي اسمه اللي هو الموظف هذا تمام، هذا الموظف مو موجود عندك اسمه، لكن انت تعرف انه يبدا بحرف الاي وبعدين يبدا بحرف البي، فجيت شفت في الاندكس عندك، طبعا انت راح تسحب الاندكس ما راح تتعب، يعني تعب نفسك وتدخل البلوكس بلوك باي بلوك. الاندكس هنا ايش راح تشوف فيه؟ الاسماء الاولى لكل بلوك. فاذا الاسم الاول اي اي والاسم الثاني اي دي، طب هذا اول اندكس في ثاني بلوك، معناه انا الموظف اللي ابغى ادور عليه دام انه يبدا باي بي بيكون تحت البلوك الاول، يعني داخل البلوك الاول، يندرج تحت البلوك الاول. فبمباشرة راح اروح للبلوك الاول راح احصل الموظف اللي انا ادوره. طب لو انا ادور على موظف اسمه اللي هو وايت تشارلز، وايت تشارلز موجود عندي في بالبلوك الاخير، خلاص مباشره راح اشوف وين يبدا عندي الدبليو واي، ما حصلت الموظف من ضمن الاندكس. طيب دام ما حصلته بيكون اكيد ما بين احد الموظفين الموجودين عندي، ما حصلته ليش؟ لانه يجيك حرف الواي بعد حرف الار، وهنا مكتوب يعني دبليو ار وهنا دبليو واي، فاكيد انه بيكون يندرج في اخر بلوك، دام ان اخر بلوك يدخل عليه مباشره ويحصله. هذه الطريقه اللي قبل شوي ذكرناها، قلنا دائما ياخذ اول اندكس صح؟ طيب اذا دائما تاخذ اول اندكس، هذه طريقه، وممكن انك تاخذ الطريقه نفسها بس اللهم تاخذ باخر اندكس، يعني البلوك الاول بس تاخذ الاندكس الاخير.
وتضيفه، البلوك يعني البلوك الثاني وتاخذ الاندكس الاخير وتكتبه وتصير تبحث بنفس الطريقه اللي قبل شوي وريناك اياها، دام انه يكون ما بين، اذا ما كان الموظف عندك من ضمن اللسته فبيكون اكيد ما بين موظفين اثنين. ليش الطريقه هذه نسويها؟ علشان نصغر مساحه الاندكس اكثر. ما يحتاج اذكر كل اسماء الموظفين اللي عندي او كل ارقامهم السوشيال سكيورتي نمبر، اذا انا اقدر اتنبا عن مكانه وعرفت عرفت يعني ان البلوك اللي بعده بيبدا كذا والبلوك الحالي يبدا بهالرقم، اذا كان مثلا البلوك الحالي يبدا من 1، البلوك اللي بعده يبدا من 10، والموظف اللي عندي رقم 7 اكيد بيندرج تحت البلوك الاول لان اللي بعده بيبدا من 10. وبهذه الحاله الاندكس راح تكون مساحتها اصغر بكثير من المساحه اللي كنا حتى قبل شوي صغرناها، لان احنا صغرناها وخليناها بس تو فيلد او تو كولم، الان صارت اصغر حتى من ناحيه اعداد الصفوف. يعني اعداد الصفوف اللي موجوده في الموظفين، لو عندك 1000 موظف ممكن يكون عندك 100 ريكورد او 100 صف بس في الاندكس مو 1000 زيها. بهذه الحاله بتكون سريعه. هذا الشيء اللي يقول لك عليه في النهايه: the total number of entries in the index equal the same number of disk blocks in the ordered data file. لاحظوا انه لو كان عندك مثلا 10 بلوك بيكون عندك 10 ريكورد. ليش في الاندكس بيكون عندك 10 ريكورد؟ لانك انت راح تاخذ من كل ريكورد الاسم الاول او الاسم الاخير. فعدد الريكورد اللي موجوده عندك في الاندكس اللي هي بالبرايمري اندكس تكون دائما تساوي اعداد البلوك اللي مخزنه او اللي تخزن فيها الفايل اللي هو زي الامبلوي فايل اللي امامك. لو كان عندك 10 بلوك تحتاج عشان تخزن معلومات الموظفين كلهم، اكيد بيكون عندك 10 اندكسز في البرايمري اندكس فايل. طبعا الان عرفتوا ايش بيكون نوع البرايمري. البرايمري بيكون نوعه دنس وليس عفوا بيكون نوعه سبارس وليس دنس، لانه قلنا الدنس في كل الريكورد. يعني اذا عندك 100 موظف لازم يكون عندك 100 صف في الاندكس في جدول الاندكس، لكن هنا قلنا ما عندنا 100 صف. لو كان عندي هنا 100 موظف لازم يكون عندي 100 صف، لكن في الواقع الان لو كان عندي 100 موظف ممكن يكون عندي 10 بس في الاندكس. ليش؟ لان قلنا بس ياخذ اول موظف في كل بلوك. طيب لو ياخذ اول موظف في كل بلوك معناه ما يوافق تعريف الدنس، يوافق تعريف السبارس. What is the type of primary index? Primary index is non-dense sparse index since it includes an entry of each disk block of the data file and the keys of its anchor record rather than for every slot or for every search value. هذا اللي شرحناه قبل شوي. عرفنا ليش اسرع. Why in matter of size and speed primary indexes are used for search. لان اول شيء من ناحيه السرعه ومن ناحيه المساحه فهو اصغر، في عمودين فقط، وحتى العمودين اللي موجودين عندي ما يحتوون كل الاصفف، يحتاجون بس يعني فقط الاصفف الاولى من كل بلوك. من ناحيه السبيد فانت تتكلم اسرع، والحين راح نشوف بالارقام كيف، لكن الافرج في الصياغه يشبه كثير الافرج اللي شفناه اول في الداتا فايل باللكتشر الماضي اللي هو لوج للبيس 2 بعدين اعداد البلوك. لكن هنا نسميه بي اي. بي اي بمعنى البلوك اندكس. احنا قلنا قبل شوي ان الاندكس ممكن يتخزن في اكثر من بلوك، راح نشوف كيف، وراح نشوف كيف ممكن يكون الموضوع هذا اسرع لنا من الطريقه الماضيه اللي سويناها الاوردرد او الان اوردرد او غيره. طبعا نسميه بي اي وبعدين نزود واحد. قلت لكم الواحد ليش؟ عشان في النهايه نوصل للبلوك اللي نبغاه، لان الاندكس بيعطيني المكان وبعدين عشان اوصل للمكان احتاج ادخل البلوك اللي اعطاني اياه. فالبوينتر بيعطيني اسم البلوك، فلما اسوي فتش للبلوك هذه زياده واحد، فكذا زاد عندي عدد دخول البلوكس باي 1 لاني وصلت له. نشوف مساله حسابيه سريعه توضح لي كيف ممكن الاندكس تكون افضل من الاوردرد بلوك. اجين مره ثانيه للمراجعه بسرعه، هذا الاوريجينال فايل اللي المفروض يكون اسماء بالترتيب، بيكون ممكن يكون مخزن باكثر من ريكورد، وقلنا هنا مخزن بثلاثه. الاندكس ممكن تكون الحاله بالنسبه لنا الان مخزنه في ريكورد جديد او في اندكس جديد. بهذه الحاله لانه عندنا الاندكس صغيره فتخزنت في مكان واحد، لكن قلنا لو كان عندي 7000 مثلا بلوك ممكن يكون عندي 200 اندكس بلوك. يعني الاندكس تحتاج 200 بلوك عشان تتخزن فيها.
لأن الديتا الأصلية أصلاً محتاجة 7000 بلوك مخزنة فيها، فالإندكس بتكون زيادة 200 بلوك. والإندكس قلنا بستخدم عليها الباينري سيرش لأنها أصلاً مرتبة بالإندكس، بستخدم على تداول أو على بلوكس الإندكس باينري سيرش، ولما أوصل إلى البلوك اللي أبيه من الإندكس بيأشر لي مباشرة على المكان وراح أروحه. خلنا ناخذ الأرقام ونفهم كيف جاية. الآن يقول لك given the following data file employee name SSN address job salary. هذا employee file data file employee، بمعنى لو قلنا الجدول الكبير الأساسي اللي أصلاً ماخذ مساحات في البلوك، نبغى نعرف الآن كم ماخذ مساحة وكم نحتاج بلوك بشكل تقريبي عشان نوصل له. إذا كان ordered تمام، نفترض أنه ordered نفترض بعد أنه بالsocial security number. إذا قال لك أن الريكورد سايز كلها فيكست، يعني عدد الموظفين أو كل موظف عشان أخزن معلومات أحتاج 100 بايتس. وإذا عرفت أن كل بلوك عندي في الستورج مساحته 1024 بايتس. وأيضا إذا عرفت أن أعداد الموظفين عندك 30,000 موظف. أول شغلة دائما تحتاج تطلع شغلة اسمها بلوكينج فاكتور، نرمز لها بالبي اف ار. شو اللي تسوي بالبلوكينج فاكتور؟ بكل بساطة بالبلوك فاكتور نبغى نعرف كم ريكورد نقدر نخزن بالبلوك الواحد بناء على المعطيات اللي عندك. أنا عندي معطى أن عندي 1024 بايتس للبلوك، كل موظف عندي ياخذ أو 100 بايتس، فلو قسمت ال 24 على 100 وأخذت الفلور راح تجيك 10 ريكوردز. تمام؟ 10 ريكوردز بير بلوك، يعني إذا عندي 10 ريكوردز أقدر أخزنهم في بلوك واحد، هذا نسميه بلوكين فاكتور. بعدها أحتاج أعرف اللي هي النمبر أوف فايل بلوكس، كم فعلا راح أحتاج إذا عندي 30,000 موظف، كم راح أحتاج بلوك يكفي لهالشيء؟ لاحظ معي number of files blocks راح تكسر 30,000 على 10 راح تعطيك 3,000 blocks، يعني عشان أخزن 30,000 في الستورج أحتاج 3,000 blocks. وقلنا دام إنهم بالترتيب بالباينري سيرش اللي تكلمنا عنها الأسبوع الماضي أقدر أستخدم اللوجل بيس 2 وأعرف كم تقريبا أحتاج عشان أوصل للبلوك باستخدام طريقة الباينري سيرش. وقلنا تقريبا تحتاج 12 اكسس للبلوك، يعني تحتاج تدخل 12 بلوك كحد او يعني كافرج الى ما توصل للبلوك اللي فيه الريكورد اللي انت تدور عليه. هنا نجي للاندكس. لعلي ممكن ارسم شغله بسيطه. طبعا ال 3000 لو افترضنا انه هذه الاستورج اللي عندك عند داخلها بلوكس، ممتاز داخلها بلوكس، نفترض انه هذه اللي انا بسوي عليها هايلايت الان هي 3000 بلوك لونها برتقالي، ممكن اخليها بلون اوضح بلون ازرق، هاي 3000 بلوك. هذه للريل ديتا اللي نسميها للفايل ديتا. الان بسوي اندكس، خلينا نشوف الاندكس شو نحتاج. يقول لك الاندكس إذا عرفت أن مساحة الريكورد، طبعا يرتب أو ياخذ الاندكس قلنا تو كولومز دائما. الكولوم الأول قال راح آخذ الاندكس اللي بخليه اس اس ان، وقال الاس اس ان غالبا بالصف الواحد يكلفني 9 بايتس، والبوينتر اللي يأشر على البلوك يكلفني 6 بايتس، يعني مجموع الريكورد الواحد 15 بايتس، يعني كل صف في الاندكس 15 بايتس. أول شيء قلنا بنطلع الاندكس بلوكين فاكتور، راح تقسم ال 1024 تقسيم 15 راح تطلع لك 68. 68 بلوك او انتريز بير بلوك، يعني
البلوك الواحد يقدر يشيل لك 68 انتريز او 68 رو من الاندكس، اللي قبل شوي كانت تشيل 10 بس، لكن هنا لانه اصغر بالنسبه لنا. طيب اذا انا عرفت انه اعداد البلوك اللي عندي قبل شوي 3000 بلوك، لما اقسم 3000 تقسيم 68 راح يطلع لي 45 بلوكس. طيب ممكن انت تجي تسالني الان، طيب ليش قسمنا على 3000؟ ليش اخذت 3000؟ ليش ما اخذت 30000؟ طيب بقول لك شغله، تتذكر قبل شوي لما كنت اقول لك ان الاندكس البرايمري كي ياخذ نفس عدد البلوك اللي تحتاجها، لانه ياخذ اول عنصر من اول من كل بلوك، يعني البلوك الاول ياخذ من اول عنصر، البلوك الثاني ياخذ منه ثاني عنصر. يعني لو كان عندك employee file يحتوي على او يحتاج الى 5000 بلوك، عدد الاندكس فايل اللي عندك او عدد الروز او الانتريز اللي عندك راح تكون 5000 روز، ما راح تكون نفس عدد الموظفين. يعني لو كان عندك 10000 موظف انا ما يعني لي، انا يعني لي كم بلوك هم يتخزنون فيه، صح ولا لا؟ هالشيء عرفناه قبل شيء، لان دائما ناخذ اعداد البلوكس وناخذ اول عنصر من كل بلوك ونحطه، فمعناه يساوي دائما عدد البلوك، وهالشيء اتفقنا عليه قبل شوي. فاذا انا قبل شوي قلت لك ان انا احتاج 3000 بلوك عشان اخزن 30000 موظف، فالاندكس اللي عندك راح ياخذ 3000 بلوك اللي تحتاجهم عشان تخزن الموظفين، لان انت من كل بلوك راح تاخذ اول اندكس، فانت فقط تحتاج 3000 رو، عرفت؟ ف 3000 رو تقسيم 68، 68 اللي هو البلوك الواحد كم يشيل، فراح تخزن او الاندكسز حقتك راح تحتاج 45 بلوك بلون مختلف. لعل ناخذ اللون الاخضر، لو قلنا هذه بلوك اضافيه ممكن تجي كذا تحدد وتقول هذه راح تكون 45 بلوك اضافيه، 45 بلوك اضافيه ايش؟ لتخزين الاندكسز. الان لو جيت سويت باينري سيرش، قبل شوي لما جينا نسوي باينري سيرش كنا نسوي باينري سيرش يعني في الليكتشر الماضي باللون الاحمر كنا نسوي باينري سيرش على 3000 بلوك، يعني كنا نقول لوك 3000 للبيس 2 كان يطلع لك رقم. لكن الان في هذه الحاله راح تروح للاندكسز اللي يسوون لك الاندكس للامبلوي اللي عندك، موجود فيهم ايش؟ تو فيلد اللي هم قلنا الاندكس اللي هو رقم الموظف والبوينتر، واللي عليك تسويه راح تسوي لوج او بتسوي لهم باينري. يعني لما تبحث مثلا عن موظف رقمه 8000 مباشر راح تروح للاندكسز اللي عندك راح تدور الموظف اللي رقمه 8000، اكيد بيكون ما بين تو بلوك او ممكن يكون اول بلوك، فإلى ما توصل له غالبا إلى ما توصل للبلوك اللي فيه الاندكس. طبعا الحين تفكيرك الان صار مو كيف توصل للبلوك اللي فيه الريكورد، لا انت الان تبغى اول شيء توصل للبلوك اللي فيه الاندكس الصحيح. يعني انت دور الموظف رقم 3000 او خلينا نقول موظف رقم 3120، تمام؟ انت راح تروح للاندكس اول شيء، راح تروح بهذا الاتجاه وراح تسوي ايش؟ باينري سيرش على الاندكسز. طبعا الاندكس قلنا كبير يحتاج 45 بلوك. طيب اذا انت تحتاج 45 بلوك عشان تخزن الاندكس، انت تحتاج تدور الموظف 3020، فانت راح تسوي باينري سيرش على الاندكس بلوك. طبعا الباينري سيرش اللي راح ينتج من 45 للبيس 2 جدا صغير، وبعدين في النهايه راح يطلع لك الجواب راح تزود عليه واحد. بعد ما يعني بعد ما تحصل الاندكس، هذه راح تكون الطريقه الجديده، بعد ما تحصل الاندكس في من ضمن الاندكسز اللي عندك وسويت الباينري سيرش على ال 45 وحصلته، بعدين راح يعطيك ايش؟ بوينتر، بيعطيك المكان، بيقول لك اوكي ترى انت الريكورد اللي رقمه 3020 موجود في البلوك الفلاني، فانت راح تحتاج انك ممكن يكون انت الاندكس حصلته هنا، اوكي؟ جيت تدور، خلينا ناخذ بهذه الطريقه، جيت تدور على الموظف 3020، جيت سويت باينري سيرش وبديت مثلا حذفت الجهه هذه
لان 3000 كانت من هذه الجهه، وحصلت هذا البلوك كان فيه معلومات الموظف 3020 هذا البلوك. طيب قلنا الاندكس ايش يحتوي؟ يحتوي على ال 3020 اللي هو رقمه والبوينتر. الان انت دخلت على الاندكس او دخلت على البلوك هذا، نحن دائما نقول عندنا نقلل عدد الدخول. دخلت على البلوك هذا، الان ايش تحتاج؟ تحتاج انك تدخل البلوك اللي فيه المعلومه. الاندكس بس يعطيك المكان، فتحتاج بلس 1 انك تروح الى البلوك الحقيقي وتدخل وتستدرج المعلومه من البلوك الحقيقي. واضح؟ هنا الفكره. فهذه البلس 1 جايه من وين؟ جايه من الدخول الزايد اللي بتسويه بعد ما تحصل الاندكس. طبعا هنا بدا يسوي ايش؟ عمليه الباينري سيرش، وبدا يسوي المقارنه، فقال لو عندك 45 بلوك تحتاجه للاندكس، 45 لوك للبيس 2 تساوي 6 زائد 1 اللي وريتكم اياه قبل شوي، تساوي كم عدد او كم الباينري سيرش راح تحتاج؟ الى 7 توتال. طبعا السبعه افضل لك من 12. لازلنا نتكلم باعداد 30,000 ريكورد، لو كان عندك طيب مليون ريكورد بيفرق معاك العدد. This is compared to an average linear search costs of p divided by 2. طبعا بتكون الحاله أسوأ جدا اذا كان غير مرتبه، يعني لو كان عندك 30,000 ريكورد غير مرتبين، تتذكرون الافرج كنا نقسم باثنين اللي كانت الهيب او الانوردر بالليكتشر الماضي. فاذا قسمت على اثنين راح تطلع لك 15,000 عمليه اكسس البلوك. لاحظ الاختصار من 7 الى 15,000 جدا رقم ضخم. If the file record are ordered, the binary search cost would be 12 block. تعرفون ليش 12؟ إذا كانت order، لأنه إذا كانت order اللي سويناها قبل شوي راح يخسرك 12. طيب بتكلم عن الكلاستر في السيشن الجاي. هسه هنا غطينا إلى سلايد 14 ونبدأ من سلايد 15 في السيشن الجاي إلى الأخير 29.